الذي من أعلى الأولياء. ولكن فضل الله وما شاء فعل، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الزوج عندما استدعته النيابة العامة بعد أن يعني فرغ من دفنة أطفاله، رصد اللي هو يتهم زوجته وأثنى عليها وأكد إن هو إن زوجته من الزوجات الصالحات، وإن هو لم يرى عليها أي يعني سوء من قبل، وإن زوجته لا يمكن أن تقوم بهذا الفعل، وما زال الأب يعني إلى الآن متماسك بأن الأم لا يمكن أن تفعل هذا بأطفالها الثلاثة. كل الدلائل أو كل القرائن اللي المباحث والنيابة اشتغلت عليها بتشير إلى الأم، لكن الزوج وهو المعني بالقضية لم يتهم زوجته إلى الآن في هذه القضية، وكذلك والدة الأب كذلك أكدت أن هي لم ترى شيء ولم تتهم الزوج. طلب من النيابة العامة تصريح بأن هو يلتقي بها ولو لدقائق معدودة، يعني حتى ولو 5 دقائق فقط، يسمع منها ماذا حدث أو تفاصيل ماذا جرى يوم هذا الحدث.